خبر غريب كده الحقيقة، هو طريف بعض الشيء بس احنا برضو مهم ان احنا نتكلم فيه. الوحدة المحلية لمركز باريس في الوادي الجديد امبارح اعلنت انها بتخصص 1000 متر مربع لإقامة مزرعة للعقارب وإنتاج سم العقرب. رئيس المركز في الوادي الجديد يوسف مرزوق قال انه طرح المشروع ده قدام المستثمرين عشان يبدا في التنفيذ، لانه المحافظه بتحاول تتوسع في النوعيه الفريده دي من المشروعات، وانه المشروع ده هيضم مزرعه للعقارب ومعمل تحليل لاستخراج سم العقرب، وانه المشروع ده هيوفر العديد من فرص العمل لمركز شباب لشباب مركز باريس. انا الحقيقه طبعا هنا عندي سؤال في منتهى الاهميه، سم العقرب ده فايدته ايه عشان اعمل له مركز واوفر له فرص عمل؟ تعالوا ناخد هاتفيا الدكتور كامل صبري صاحب مشروع العقارب. يا اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذه منى. اهلا وسهلا. ايه اهميه سم العقارب يا فندم عشان انشئ له مركز وخصص له 1000 متر مربع واعمل له مزرعه للعقارب وانتج هذا السم؟ تمام. هو دلوقتي بخصوص العقارب، تقريبا العقارب من الزواحف اللي هي بقى لها اكتر من 400 مليون سنة محافظة على صفاتها الوراثية ومحافظة على جينات منذ اكتر من 400 مليون سنة. اللي بيحصل ان سم العقرب حضرتك بيدخل في انتاج مصل العقرب، وطبعا احنا عارفين ان محافظة الوادي الجديد فيها العقارب السامة والمميتة اللي هي بتؤذي الانسان والحيوان وكده. فطبعا اول حاجه في استخدامات السم دوت هو انتاج المصل المضاد للدغ العقرب. كمان موضوع سم العقارب ده بيدخل في صناعه ادويه مضاده لانواع مختلفه من الكانسرز زي سرطان المخ مثلا. كمان بيدخل معانا في صناعه ادويه المناعه اللي هي بنستخدمها في حالات زراعه الاعضاء. كمان يا فندم حضرتك بيدخل برضو في صناعة أدوية روماتويد أرثرايتس وبعض الأمراض الأخرى برضو زي أدوية مضادة للملاريا. بس حضرتك بيتم استخدامه في مراكز أبحاث في أوروبا وفي أمريكا لاستخراج أدوية حديثة عن طريق البروتينات أو اللي هي الموجودة في السم نفسه. طيب عملنا يا فندم، لا طبعا هو كده يبقى استخداماته كثيره مش بس المصل بتاع العقارب، لا هو كده استخدامات عديده طبعا. عملنا دراسه جدوى يا فندم وشفنا احنا ممكن نستخدم محليا قد ايه، هل ممكن يبقى في وفره قريب ونقدر نصدر مثلا بره فنستفيد من ده؟ والله طبعا دراسه الجدوى اتعملت وتقدمت طبعا لمحافظه الوادي الجديد وكده، وتم التوجه لهيئه المصل واللقاح الموجوده بالدقي، واتكلمت معاهم بصراحة عن إمكانية وجود تعاون لتشجيع أو لزيادة تصدير المصل. طبعا حضرتك عارفة إن في يعني شورتج أو في نقص شوية في تصنيع الأمصال المضادة للعقارب في الدول اللي جنبنا زي ليبيا والمغرب وبعض الدول اللي حوالينا، وأعتقد في بعض الدول الإفريقية كمان يا فندم. وبعض الدول الأفريقية يا فندم مظبوط زي أثيوبيا وبعض الدول التانية برضو بتحتاج النوع ده من الأمصال بشكل مستمر. إن شاء الله يكون في توجه للتعاون مع وزارة الصحة والتعاون مع هيئة المصل واللقاح لزيادة الإنتاج، وبرضو تعاون مع المراكز البحثية الأجنبية برضو إن شاء الله ومعاهد السرطان الموجودة برضو بره بإذن الله الفترة الجاية دي. بإذن الله يا فندم. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور كامل صبري صاحب مشروع العقارب.